السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم الدرس الثاني في سلسله تعلم اللغه الفرنسيه من الصفر بالنسبه للناس المبتدئين. الوغ الدرس اليوم اللي جبت لكم هو كيفيه اكتساب دي مو جدادين والفوكابولار جداد للرصيد ديالكم اللغوي والمعرفي. يعني اول حاجه كيخصنا نعرفوها في اللغه الفرنسيه ولا في اي لغه كيف ما كانت بغينا نتعلموا ليها، اول حاجه كيخصنا نديرو من بعد بيان سور ما كنعرفوا الحروف الابجديه ديالهم من الالفابي هو اننا نكتسبوا دي مو جدادين للرصيد ديالهم اللغه. كيفاش خصنا نكتسبوا هاد لي مو جدادين؟ مهم بالنسبه للغه الفرنسيه كاين تقريبا اكثر من 160,000 كلمه. بيان سور حنا ما خصناش نعرفوا هاد 160,000 كلمه كامله باش نقدروا نكونوا جمله ولا باش نقدروا نتكومونيكاو مع شي شخص اخر، لا. كيكفي اننا نعرفوا غير واحد المقدار، ما عرفتش شحال تقريبا. مهم كيخصنا نعرفوا الكلمات اللي متداوله وبطبيعه الحال مع الممارسه ومع الوقت كل نهار كنكتسبوا كلمه جديده. كيفاش غادي نقدروا نكتسبوا كلمات جدادين ونضيفهم للرصيد ديالنا المعرفي؟ افضل طريقه اللي نقدروا نديروا اللي نقدروا نكتسبوا بها هاد الكلمات الجداد ونعمروا الباكاج ديالنا ديال لي فوكابولار هو اننا نقراو لا ليكتور، نقراو اي حاجه بالفرنسيه. نبداو بقصص صغارين، نبداو بشي حاجه كبيره باش ما نعكزوش وتجينا صعيبه. نبداو بدي بتي زيستوار، نقراو دي جورنو اون فرونسي، نقراو دي ماغازين، نقراو كتب عامة. المهم لا ليكتور كتنمي بزاف الرصيد المعرفي ديال الشخص. وتاني حاجة هي أننا نشاهدو مسلسلات ودي سيري اون فرونسي. كيف ما كانوا بيكونوا هاد لي سيري المهم دوك كيكونوا مترجمين، إما مترجمين بالفرونسي لتحت إما كيكونوا كيهضرو فيهم هادو الممثلين كيهضرو فيهم بالفرنسية. تالت حاجة هي أننا نسمعو دي شونسون حتى هما باللغه الفرنسيه. ملي كنشوفو كنشوفو افلام باللغه الفرنسيه، كنسمعو اغاني باللغه الفرنسيه وكنقراو كتب باللغه الفرنسيه، بطبيعه الحال كيتزادو لينا كلمات باللغه الفرنسيه جدادة. شنو هي الطريقه الصحيحه باش اننا نعقلو على دوك الكلمات ونضيفهم للرصيد المعرفي ديالنا؟ اول حاجه كنديرو ملي كنسمعو شي كلمه جديده، اول حاجه كنديرو كاننا كنمشيو لجوجل تراديكسيون باش اننا نديرو لها تراديكسيون باش اننا نترجموها نعرفو المعنى ديالها. الوغ كو سي با لا بون ميثود، ماشي هي هذه الطريقه الصحيحه، حيت جوجل تراديكسيون مكيعطيناش المعنى الحر المعنى الحقيقي ديال الكلمه، حيت كيعطينا ترجمه حرفيه وحنا ماشي هادشي باش كنقلبو. بارفو كيعطينا شي شروحات ماشي هما الصحيحين ولا اللي كنقلبوا عليهم حنا. الوغ افضل طريقه باش نعرفوا المعنى الحقيقي ديال الكلمه هو اننا نتجهوا ديريكتومون ديكسيونير. ديكسيونير من الافضل انه يكون فرنسي فرنسي ماشي فرنسي عربي، وفرنسي عربي لا باس به، ولكن من الافضل اننا نقلبوا على كلمه في ديكسيونير فرنسي فرنسي. تقولوا لي علاش؟ انا غنقول لكم علاش. شوف لو ديكسيونير نقلب مثلا على لومي شاز، عطينا لومو شاز، شوفو لا ديفينيسيون لي غيعطينا. شاز سي ان نوم كومون موبيليي سييج افيك دوسيي سان اكودوار. هاد لا ديفينيسيون ديجا فيها دي مو جدادين لي نقدر حتى هما يدخلو للرصيد ديالنا نعرفوهم. مثلا نمشيو نشرحو لهم سياج، شنو يعني سياج؟ سياج عطينا هي موبيليي موبل اتيليي بوغ تاسواغ، يعني سي بارتي دي موبل كون يتيليز بوغ تاسواغ. كاين عاوتاني عندنا ان اوتر مو دوسي، تاهو نقدرو نشوفو شنو هو المعنى ديالو. دوسي سي ان نو كومون اوسي سي بارتي دان سيج كونتر لاكيل اون بوز لو دو،
يعني هو سيت اون بارتي دان سييج اللي كان نجلسو عليه، و سي لا بارتي سور لاكيل اون بوز لو دو، هي لا بارتي اللي كنحطو عليها الظهر ديالنا. يعني بشوي بشوي كيبقى كتبدا تبان الصورة ديال، كيوضح المعنى ديال لو موشي. عاوتاني كاين كودوار finition correspond à votre recherche. Athéna, accordoir, accordir ou accordoir. C'est la troisième ligne de départ. Athéna, accordoir, bras d'un siège sur lequel on repose les bras. يعني هما لي بغا لي كيكونو في الجنب ديال لاشيز لي كنحطو عليهم اليدين ديالنا. يعني بهذه الطريقه كتلقاو راسكم في اول ما تعرفوا ان سول مو كتلقاو راسكم عرفتوا 3 و 4 مو جدادين كتبداو فيهم حتى هما الغسل ديالكم. بيان سور تكونوا حاطين ديجا حدا بلوك نوت تديو في هاد لي ديفينيسيون و تسجلوهم باغ دي زيكزامبل. ماشي مشكل يكتبو بالعربيه، المهم باغ دي زيكزامبل باش توضح لكم الصوره فين تقراو وتعرفوا، ولا ديروا ان تي رابيل وتتذكروا المعنى ديال هذا. علاش قلت لكم ديكسيونير فرونسي فرونسي؟ حيت كيخول لكم انكم تعلموا بزاف ديال الكلمات، ماشي بحال الفرنسي العربي. عربي الفرنسي العربي كيعطيك المعنى بالعربيه فقط، اما فرنسي كيعطيك الحق انك تعرف بزاف ديال الكلمات. بالنسبه لهذا الديكسيونير غنخلي لكم لو ليان ديالو في لاباغ دافو بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوا ليه ويستافدوا منه بهذه الطريقه. فعوض ما نفهمو ولا نعرفو كلمه وحده ولا لا ديفينيسيون ديال ان سول مو، كنلقاو راسنا عارفين لا ديفينيسيون دو بلوزيغ مو. وبهذه الطريقه كنعرفو كيضافو لينا معاني ولا كلمات جداد من الرصيد ديالنا والقاموس ديالنا اللغوي، وكان الباكاج ديالنا جور باغ جور كيبدا كيعمر. هذه هي الطريقه الصحيحه، وبطبيعه الحال ضروري تكون عندكم مذكره صغيره اللي تكونوا كتنوطيو فيها هاد لي مو فيما سمعتوا او لا شفتوا شي حاجه جديده تكتبوها في واحد البلوك نوت باش ان فتح لكم الفرصه باش تقلبوا عليها وديروا حداها ليكزامبل باش تحرفوا. ولا باس بانكم تكتبوا انكم تكتبوها باللغه العربيه باش تبقاو عاقلين. المهم ديروا لا ديفينيسيون اون فرونسي، ودائما تجربوا ديكسيونير اون فرونسي ماشي جوجل ترادكسيون. كان هذا هو الدرس ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الجاي. تهلاو ليا في راسكم حتى لذلك الى ذلك الحين ان شاء الله. ما تنساوش تابونو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد اللي غادي نحط، وديروا ليا لايك. تهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.